من الحفلات للأمانة شدني موضوع وهو حديث الساعة صاير، موضوع الفنانة شيرين. يعني تعلمتي حاجة من أزمة شيرين الأخيرة؟ وش توجهين للرسالة كأخت، كصديقة، كفنانة زميلة، كبنت؟ وش ممكن توجهين لها؟ كلنا عارفين إن الفنانة الكبيرة شيرين يعني هي صوت مصر، هي أحسن صوت في مصر عندنا وفي العالم العربي، وكل الناس تحبها، ومهما حصل هتفضل في مكانتها دي. أنا يعني كلنا في مصر وفي الوطن العربي كلنا متضايقين جدا من اللي حاصل، بس يعني أنا بدعي يا رب إنه هي تبقى في أحسن حال في أقرب وقت، وترجع وتنور وتغني تاني وتعمل حفلات تاني زي الأول. يا رب أكيد طبعا، لأنه فعلا حاجة تزعل إنه قامة كبيرة زي شيرين يعني تروح، ما ينفعش. إن شاء الله هي قوية طبعا، وتفرحنا إن شاء الله بالعودة طبعا. هي على طول قوية بإذن الله.